نحن أهالي سكان بلدة عبدان، الحمد لله رب العالمين الوضع تمام، المحلات التجارية فاتحة على الرغم من قلتها، أما سلع متوفرة ومؤدية بالقرض، وفاتحة مراكز صحية ومدارس، أما خدمات قليلة. فلذلك نطلب من المنظمات الإنسانية والإغاثية أنه النظر بهالأمر، عالم عانت شوي على الرغم من هالمعاناة بلشت ترجع لبيوتها. الحمد لله رب العالمين، عاد الاستقرار الى منطقة عبدان، فتح العالم المحلات التجارية، يعني عالم بدأت تسترزق، ما راح يظل، اذا بده يظل بالبيت قاعد منين بده ياكل؟ منين بده يعيش؟ اكيد بده يفتح محلات يشتغل باي بشغلة، المهم انه يعيش يكسب لقمته بالحلال، ما راح يكسبها بالحرام. احنا الحمد لله هنا اهالي عبدان وضعنا مستقر، والاهالي رجعت وما ناقصنا اي شيء، ومدارس والمستوصف والمحلات التجاريه فاتحه وما ناقصنا كل شيء، بس شغله الانترنت بس مشان رخصه، بس هاي الشغله الوحيده اللي ناقصهم بس مشان الشبكه، لانه الكهرباء جاعت تجي، ما عنده مثل المطور يشغل كهرباء جاعت تجي، قاعد تساعد العالم تعبي مي، والمدارس والمستوصف اقول له كله شغال الحمد لله، والامان اهم شيء الامان.